كان بيشتغل في محلات أبوه وجده وكبرها لحد ما بقت أكبر المجموعات التجارية في مصر، وزرع في ولاده حب البيزنس ومشيوا في نفس طريقه. كان دايماً بيتخانق مع المسؤولين علشان خاطر عزبة الهجانة. دي كواليس في حياة مصطفى السلاب ملك السيراميك في مصر. لو عايزين تعرفوا تفاصيل رحلته خليك معانا في الفيديو ده. مصطفى السلاب رجل أعمال وسياسي مخضرم، بدأ حياته العملية وهو بيشتغل في محلات باباه وجده في المنصورة. كانوا تجار في الأدوات الصحية، شغلهم فضل يتطور لحد ما بقى مجموعة تجارية كبيرة متخصصة في الأدوات الصحية، وقدر السلاب الابن بعد الأب والجد يطور المجموعة دي ويدخل مجال التصنيع، وبدأ بفكرة مصنعه سيراميكا رويال. السلاب الابن كان واخد نفس نهج الأب والجد، وهو انه يزرع في عياله حب الشغل والعمل العائلي، وان بزنس العيلة لازم يفضل شغال. خد ابنه محمد السلاب وخلاه دراعه اليمين في مجموعة المعارض، اما حسام خلاه دراعه الشمال في مجموعة مصانع السيراميك رويال في المدن الجديدة. ولو جينا شفنا التسلسل لبزنس عيلة السلاب من اول الجد لحد ما وصلنا لاولاد مصطفى السلاب، هنلاقي ان طالما في من الأول توجيه أبوي بأن البيزنس ده يكمل، هتفضل المجموعة مستمرة وشايلة اسم العيلة. مصطفى السلاب اتولد في مدينة شربين في محافظة الدقهلية سنة 1952، ونشأته كانت ريفية، ودايما كان بيكسب ويأكد ده وقد ايه اتأثر بشخصية ابوه وازاي كان بيحب يعمل الخير اللي شاف اهله بيعملوه طول عمرهم. وعلشان كده كان دايما بيساعد اهل عزبة الهجانة في مدينة نصر وبيديهم مساعدات مالية كل شهر، والعزبة دي بالذات خليته يدخل في خناقات كبيرة هنرجع لها كمان شوية. بس اللي ناس كتيرة مش عارفاه ان عيلة السلاب كبيرة، بدأت بالاب والجد المؤسسين، بعدها وصل مصطفى السلاب اللي كبر اسمهم اكتر وبقى من اهم رجال الاعمال في مصر، علشان بعد 112 سنة يبقوا ملوك السيراميك في مصر. ومصطفى السلاب زي ما هو واحد من اشهر رجال الاعمال في مصر، هو كمان رجل سياسة على تقيل قوي، وقدر يكسب الانتخابات البرلمانية في دايرة مدينة نصر الاكتر من مرة في منافسة شرسة مع اهم القوى السياسية وقتها. مصطفى السلاب كان وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، ورئيس مجموعة السلاب للسيراميك، وكمان رئيس مجموعة مستثمري مدينة العبور. ومجموعة السلاب وقتها ما كانتش واحدة من المجموعات التجارية الكبيرة في مصر. السلاب كان بيحب أهالي عزبة الهجانة، وعلشان خاطرهم دخل في جدالات كتيرة قوي علشان يوقف قرار إزالة البيوت اللي في عزبة الهجانة، وكان وقتها 28 قرار إزالة، وقدر إنه يوقف الإزالة فعلاً. مصطفى السلاب في شهر أكتوبر سنة 2010 كان موجود في مدينة بولينا الإيطالية، وكان وقتها بيمثل مصر في المعرض العالمي للسيراميك، لكن حصلت له مشاكل صحية ودخل العناية المركزة في المستشفى، وفي يوم 22 نوفمبر من نفس السنة انتهت حياته. بس ساب وراه مجموعة السلاب اللي بيديرها أولاده، واللي لسه واحدة من أكبر المجموعات التجارية في مصر. ودلوقتي ابنه محمد مصطفى السلاب هو رئيس المجموعة اللي بقى ليها مصانع ضخمة، وقدرت تبيع السيراميك بتاعها لتركيا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا وروسيا، وتبقى تحتها حوالي أكتر من 30 علامة تجارية بيقدموا أنواع السيراميك بأنواع مختلفة وجودة فاخرة. وزي أبوهم محمد وحسام السلاب دايماً بيبصوا لقدام، وده اللي خلاهم يسافروا دول زي كوريا والصين وكينيا علشان يفتحوا سوق للمجموعة هناك. وبرضو محمد السلاب ورث عن أبوه حب السياسة، وده اللي خلاه يترشح لعضوية مجلس النواب ويبقى وكيل لجنة الصناعة. انت بقى اشتريت من السلاب قبل كده؟